مساء الخير، أنا يوسف من المحبة سنتر. عندنا حلقة كويسة وكبيرة النهاردة شوية، فنتناول فيها موضوعات كتير، ومعايا الأستاذ أشرف وليديا معانا. هبتدي بكم حاجة. بالنسبة للآباء أو الإخوة اللي هم فوق الساعة 75 سنة، لو حد ليه قريبه، والده، والدته، أخته، أو هو شخصيا فوق 75 سنة، يقدر ياخد التطعيم في فاندربيلت اللي هي في داون تاون، او اللي هي في تامسون لين. عشان ياخد التطعيم ممكن يخش على الويب سايت بتاع المستشفى، او يخش على الويب سايت بتاع المحبة سنتر، وفي اب صغير هيسجل اسمه والعنوان والتليفون، وبعد كده احنا هنرجع له نقول له على الميعاد بتاعه. وطبعا الشاتس دي تعتبر فري، يقدر يروح ياخدها من المكانين دول. الحاجة التانية، لو حد طبعا عايز يستفسر عن الحاجات دي يبعت لنا تكست مسج، بس هي ليديا كاتباها على الويب سايت فسهلة يعني. الحاجة التانية، بعد أسبوعين هيكون معانا حاجة اسمها تاون هول مع مترو ناشفيل، اللي هم المدرسين بتاع مترو ناشفيل والاتحاد أو النقابة بتاعتهم، اللي هم في ديفيدسون كاونتي أونلي. في بعض مشاكل، فهيكونوا معانا، والأهالي هيكونوا معانا على الهوا، هيتكلموا عن الرجوع إلى المدرسة، يعني بدل ما الأولاد بياخدوا الفصول في البيت، إزاي يرجعوا المدرسة، والمعاملة ما بين الأهالي والمدرسة، إيه اللي بتعاني بيه المدرسة، وإيه اللي الأهالي في بعض الأحيان مش متشعبينها أو مش فاهمينها كويس. لو الأهالي محتاجين أي مساعدة، المترو ممكن يقدمها لهم. البرنامج ده هيبقى على زوم، وهيبقى بيسمح لحوالي 20 لـ30 فرد ان هم يقولوا اسئلتهم. لو ده يعني ساعتها قبلها هنكلمكم في الموضوع ده، وهنعرفكم ازاي تخشوا على زوم وتعملوها. بس لو في اي حد هيعوز يسأل سؤال ولا حاجة، لازم يكون واضح وسريع علشان نسيب مجال لاكبر اسئلة في المواضيع دي تتقال، ودي حاجة تبقى كويسة للمشاكل اللي ما بين الاهالي والاولاد والمدارس. في بعض الأحيان الأولاد يعني ما بيوصلوش المعلومة صح، في بعض الأحيان الأهالي اللغة بتاعتهم ضعيفة. يعني أتمنى إن كل ده الحاجات دي هتبقى يوم الخميس، يوم الخميس اللي هو اللي بعد اللي جاي، صح؟ هو معلش سوري، في ناس بيقولوا إن الصوت مش واضح. I can hear it. It has to be all the way up. لا هو الصوت واضح. انا ممكن حضرتك تقفل اللينك او تقفل الشير وترجع تفتحه تاني، بس هو الصوت واضح. انا عندي في التليفون هو لسه سامع يعني. سوري كمل يا استاذ يوسف. الخدمه دي هتكون يوم 11 فبراير وهنكون على الهواء. احنا النهارده كان يوم استثنائي نظرا لان كان لازم انا والاستاذ اشرف نتكلم، وهو ظروفه في الشغل ما كانتش مساعدة، فهو ده اليوم اللي قدرنا نوفره للنهاردة نتكلم النهاردة. في حاجتين تانيين هتكلم عليهم، وبعد كده الأستاذ أشرف هيكلمنا عن بعض نقط، وبعد كده هرجع أنا أقفل وهيكون فيها الرد على نيافة الأنبا يوسف. الحاجتين اللي أنا عايز أتكلم فيهم دلوقتي، في ناس كتيرة في أشغال كانت سواء اترفضت أو سواء الشغل قفل أو سواء نقلوا أو سواء أي حاجة، ده بيؤدي إن في عندهم مشكلة في الـ 401k أو الريتايرمنت بلان، اللي هي ورق المعاشات اللي معاهم سواء مع تايسون أو الأوتيلات أو كل ده، ومش عارفين يعملوا إيه. طبعًا أنت لو سحبت الفلوس دي كلها هتاخد بنالتي 10% وبعدين ضرايب 10% تقريبا، فهتخسر بتاع 20% شبه تقريبا يعني من المبلغ الكلي. يعني لو انت مثلا عندك 5000، هتخسر لك حوالي 1000 دولار فيهم.
علشان يعني. طيب تعمل ايه لو انا ليا رأي؟ انت ممكن تروح اي بنك وتستثمرهم على الاقل لو عندك اولاد تحت اسم اولادك في حاجة اسمها 401k 401 كاف، ده نوع من انواع الاستثمار وده يعني ليه مميزاته وليه عيوبه. وفي حاجة تانية اسمها 629 دي انا اميل ليها وفي الواقع انا عملت دي لاولادي يعني. المشكلة في 401k هي الريستريكشن عليها جامد ولازم تتبع تعليمات معينة ولازم تتصرف في سن معين وتتصرف بطريقة معينة والكلام من ده. ال 629 دي عبارة عن استثمار فيها نفس الأفكار بتاعت ال 401k بس فيها flexibility. يعني ايه flexibility؟ انك انت تقدر تاخد الفلوس والابن او الابنة في الجامعة وتقدر تصرفها على كمبيوتر بره، تقدر تصرفها على اي حاجة ليها علاقة بالدراسة بتاعته بره، مش لازم تصرفها على التويشن بتاع الجامعة. فأنا أميل لـ 629 بغض النظر ديت أو ديت. لو أنت النهاردة مطلوب منك أنك تسحب الفلوس من التأمينات أو من الشركة بتاعتك، اسحب الفلوس وديها على البنك قسمها على عيالك، لأن بصراحة لو 5 إلى 10 آلاف دولار وأنت طلعتهم وقلت اشتري دي ولا اشتري دي ولا اشتري عربية جديدة، ما فيش شهر مش هتلقاهم ويمكن هتاخد وقت كبير على ما تكونهم، فسيبهم هم يكبروا لوحديهم. ده موضوع. الموضوع التاني اللي هو بعض من المصريين ساكنين في سب ديفيجن وكلهم يعني اغلبهم بعضهم عندهم مشاكل مع الـ HOA اللي هم الهوم اونر اسوسيشن، اللي هي الناس اللي اللجنة اللي هي ماسكة التنظيم فيها. في الواقع ان في بعض الاخوان المصريين جولي على في سب ديفيجن معين، انا مش عايز اقول اسمه بس برغم ان هم سمحوا لي يعني ان انا اتكلم في ده، بس المشكلة اللي عندهم كبيرة جدا ولو مشيت اتقابلت هيبقى الغرامات عالية وحاجات كتير. فخلينا نقول اللي احنا بنغلط فيه ايه وبعدين نتكلم نشوف ايه اللي ممكن نعمله يتصلح. اول حاجة وانا ما بلومش معاكم، انا برضو عندي ساعات بعض الاحيان بيعمل دي، ان احنا لما بيجينا مواعيد ما بنروحهاش، بيبعت لك اللي هم اونر اسوسيشن، بعض الناس يمكن مش عارفة ايه هو ده، ما بتروحش تحضر الاجتماع ولا هم اي حاجة. الاجتماع ده يا اخوانا عبارة عن ناس من الحي نفسه لازم يكون ساكن في المكان ويقول ايه المشاكل اللي بتقابله. يعني مثلا بيجي بالليل الساعة 2 بيلقى اللمبة النور مطفي وده بيضايقه، بساعات بيجي بيبقى حد مبرك مطرح ما هو بداخل على الجراج بتاعه، حاجات زي كده. النجيلة بتاع جارك دايما بتبقى عالية، جارك عنده الستورم جه خد مثلا جنب الحيطة ولا اللي هو الفاين اللي هو البلاستيك ده اللي في الحيطة وده ما تصلحش بقاله مدة ومخلي المنظر وحش. دي الهوم اونر اسوسيشن بيجتمعوا عشان الحاجات دي ويحاولوا يخاطبوا السكان او يحاولوا لو في مشكله في الميه، مشكله في الكهرباء والكلام من ده، يحاولوا يشوفوا لها حل. يعني انا عايز اقول لكم عن خبره عندي انا، وعمري ما كنت اتفكر ان دي حاجه يعني في قوه زي كده الهوم اونر اسوسيشن. انا خدت بيت في منطقه فيها كميه كبيره من البيوت بس هي يعني متقسمه، وكان حاصل ان استهلاك الميه عالي، فوجئت ان تم الاتفاق في الهوم اونر اسوسيشن على ان احنا نرفض شركه الميه. سامعين دي يقول نرفض شركه الميه. وطبعا انا المنطقه اللي انا فيها كذا محامي واثنين قضاة باين ولا ثلاثه، فيعني الموضوع المواضيع دي مش سهله معاهم يعني. بس واللي حصل بالظبط ان هم رفضوا شركه الميه وبعتوا جواب للويليامسون كاونتي، للويليامسون كاونتي هم يتصرفوا لنا في الميه دي، مشكلتهم مش مشكلتنا. فاضطروا يجيبونا بقى زي ما بيقولوا ايه فرع تاني ودخل تاني
يعني سعر المياه نقص علينا شويه. طبعا من الاخطاء اللي حصلت مع الموضوع ده ان ما كانوش يعني في الاول السعر نزل جامد، لكن بعد كده فوجئوا ان لازم يعملوا زي انشورنس او حاجات زي كده على اساس لو حصل ستورم، لو المياه حصلت فرزانة مثلا، المواسير الحاجات دي بتتكلف كان ايه، فاضطروا يعلوها شوية عشان يعملوا الانشورنس ده. طب انتوا اول حاجة تعملوها ممكن تطالبوا ان يكون عندكم مقابلة تانية على اساس ان يعني لازم تشوفوا الموضوع ده. فعشان تعملوا مقابلة تانية طبعا الهوم اونر اسوسيشن اللي موجودين حاليا هيقول لك لا احنا مش هنقعد نهزر مع بعض، وانت لما جت الحاجة عليكم جايين تتكلموا وبتاع. فخلينا نتكلم بالعقل، اتصلوا بمحامي وقفوا مع بعضيكم، اتصلوا بمحامي وقفوا مع بعضيكم، لا تقف تتفرج ولا تقف طب لما يعمل طب انا عندي واحد تاني والكلام من ده كله، وخلوا فيه ثقة بينكم وبين بعضيكم. انتوا عددكم كبير جدا، والمشكلة الكبيرة اللي عندكم ان اغلبكم مؤجر. مشكلة المؤجر، أنا مش راجل قانون بس عشان بس ما نقلبش في الكلام، أنا بس بحاول إن أنا أقول لكم بعض أنواع المساعدة، وأنا بقول لكم دلوقتي روحوا لمحامي. لو أنت البيت اللي أنت لما بتاخده، لو أنت خدت نوع من أنواع الإعفاء الحكومي، هتلقى في العقد اللي معاك مكتوب لك ما تقدرش تأجر غير بعد سنة أو سنتين أو 5 سنين، لأن هما التأجير ده عبارة عن استثمار، لكن هما يعني هما ادولك اللون ده مخفض على أساس إن أنت يعني تاخد بيت أحسن من شقة، فما ينفعش إنك أنت تاخدها إنك تستثمرها، لأنك أنت برضو جزء من البرنامج إن الكل يعني يكون عايش حياة أفضل. طب هتقول انا عندي بيت وهاخد بيت وبتاع، ماشي يا عم خده، بس لما تروح تاخده وعلشان تطلع من النقره دي تروح لبتوع المورجش وتقول له انا عايز البيت ممكن اقدره بكره للانفستمنت للاستثمار مش للسكن. اديكم مثل، يعني انا بنتي ليديا كانت راحت شيكاغو وقلنا الاسعار غاليه وبتاع، قلنا ناخد مكان، فخدنا المكان وعملناه على انه ان احنا ده للزيارة والفسح، لان ما اقدرش اكتبه على اسمها وما اقدرش اكتبه على اسمي لان انا ساكن في ناشفيل، فعملته ده للزيارة والفسح. ده اداني اعفاء الشغل من الضرائب، واداني كل حقوقي لو حصلت اي حاجة تاخد حقوقي على اني ساكن في الولاية في الولاية دي. فعشان اتبع القانون احترم نفسي، لما تحصل حاجة ما اقولش اصل انا ما فهمتش، اصل انا كنتش فاهم دي ولا دي. روحوا لمحامي وطلبوا بعقد، خدوا رأي المحامي اللي يقول لكم عليه اعملوه، بس في شرط لازم تقولوا له الحقيقة. لو انت مأجر بيتين تلاتة قول له عندي 3 بيوت، لو انت مأجر شقة او تاون هاوس قول له عندي تاون هاوس، لو انت مأجر بيت وساكن بره قول له انا مأجر بيت وساكن بره، لأن كل حاجة ليها حاجة في القانون. دلوقتي هو هل بيبقى مكتوب في العقود لما تيجي تاخد اللون إن في نسبة معينة من الإيجار إن أنت لازم تقعد في البيت مدة معينة عشان هم مدينك مثلا عشان فايدة قليلة مثلا، أو زي ما حضرتك قلت إن يسمحوا للناس كلها تسكن في بيوت ويبقى حياتهم أفضل يعني. بس هل لو أنا هأجر بيتي دلوقتي، انا بكره هنقل وهأجر بيتي النهارده عايز أأجره، لازم اروح البنك اقول لهم ان البيت دوت هيبقى للاستثمار لا مش للسكن؟ لازم، مش لازم، هي هم بيدوا لك مده، طالما ان المده عدت خلاص. ما القانون اللي ما بينك معنى كده وبينهم ان لازم اقرا العقد يا استاذ يوسف اللي ما بيني طب وبين هو البنك. لا هو الريال استيت والبنك بيشرحوا لك كل حاجه، بس انت كل الموضوع انت فرحان وعمال بتتصل بالبلد تشرح لهم بتصور لهم البيت، مش عايز تسمع اللي بيكلمك عربي جنبيك. دي نقطة. النقطة التانية، في بعض الناس اشتروا بيوت لقوها بتعمل فلوس فبيروح يشتري بيت تاني يقول له طيب ماشي. خلي بالكم البيوت دي كلها لو دخلتوا في محاكم وكلام من ده لازم يرجع انتوا بتاخدوا ايجارات قد ايه. فما يعني
سلسلة عمالة بتتفك. طب ينفع لو انا باخد 1500 اقول لهم مثلا ان انا لا باخد 1000 بس ايجار؟ يعني ما ينفعش. لازم تقول الحقيقة. ينفع انك انت بتاخد 1500 وتقول ان التكلفة بتاعتي كذا فيبقى الباقي كذا. يعني لو صيانة مثلا، صلحت حاجة او صيت جهاز، كل الكلام ده. طب وبالنسبة لان انا اجرت البيت دلوقتي والبيت دوت في سب ديفيجن، السب ديفيجن مثلا بعتت جواب باسم انا طبعا على البيت ان انا ما قصتش الجراس، فهل دي حاجه المفروض نتفق ما بيني وما بين المؤجر الجديد ان هو مهما كان مسؤول عن الجراس مثلا؟ مهما كان انت المسؤول. انا المسؤول. اللي مسؤول قصاد السب ديفيجن صاحب الاونر، لان الرنتال ده موضوع تاني. او مثلا الدرايف واي عليه تراش، مرتبه، كل ده على الاونر. اوكي كل ده. خلينا اشرح لكم حاجه. الشركات اللي هي بتعمل رنتال وكده ليه بياخد منك 10-15%؟ عشان ده العضلات، ده بيروح ويخبط على الساكن يقول له بص نظف اللي انت عامله ده والا هعمل لك كذا، وعنده اوراق من محامين يقدر يكلمه. فانت مش انت عبيط، لا انت بتضحي ب 10-15 دولار بتشتري دماغ. هل هم في بعض الاحيان ما بيكونوش امناء؟ بيصلح لك حنفيه ب 5 دولار بيقول لك 25 في بعض الاحيان، انا ما بقولش كلهم. فهي العمليه يعني انت عايز تعملها استثمار اعملها، عايز تعملها اي حاجه اعملها، بس اعرف حقوقك وواجباتك. لو انتوا كلكم عايزين راي في الاستثمار، روح اشتري ارض فاضيه لا فيها صداع ولا فيها شمال ولا فيها يمين ولا اي حاجه وارميها، وهي هياها. انت بتكسب من كل شقه مثلا 200-300 دولار في الشهر على ما تيجي اخر السنه، وبعدين تتكعبل مش عارف في ايه، اتخبط والتامين وصداع. طب ما انت لو اشتريت ارض ب 50,000 دولار هتيجي بعد مثلا 10 سنين هتبقى ب 150,000 دولار، دفعت انت عليها 20-30,000 فوايد ضرايب، يبقى ب 70، يبقى عملت 70,000 دولار وخلاص، يعني 7,000 في السنه مش وحشه يعني. ففي حاجات ممكن تتعمل، بس ال HOA بيبقى قوانينهم جامده، ودي علشان تحافظ على سعر البيت او تعليه مش تقلل من قيمته، ما ينفعش الهزار فيها. طالما ان كنتوا كمية كبيرة وزي ما انا كلمت بعضكم، روحوا لمحامي واتفقوا مع بعض، روحوا لمحامي واتفقوا مع بعض، الغلط يتصلح. بس ما ينفعش ان واحد يبقى رايح والتاني قاعد مستني النتيجة، والتالت طب لما اشوف اللي عليا كام لا. لان لو عملتوا كده يعني مش هتبقوا متحدين ومش هتمثلوا قوة، الموضوع ممكن يفشل وهتبقى المشكلة على الجميع. طيب الناس اللي هم بيبقوا ساكنين حقيقي في بيت ومش عايز يدفع الـ HOA أو طلعت في دماغه كده، في الحقيقة لما تروح تشتري بيت اتأكد من البيت فيه ايه، زي ما بتأكد من ان التليفون والكهرباء والمية والجاز، شوف في HOA قد ايه، ويول بي سبرايز يعني في اماكن ما تستاهلش وتلاقي المبلغ عالي جدا، واماكن تستاهل وتلاقي المبلغ عالي. يعني انا في مره من المرات شفت بيت وعجبنا، لقيت ال HOA بتاعه حوالي 280-290 في الشهر. طبعا يعني انا هشتري جمل فسبته لان ده تكلفه جامده. ف anyway ربنا يوفقكم، بس الاتحاد قوة. شكرا. في حاجة تانية، في المدة الأخيرة في حوادث جامدة أوي بين المصريين، مع يعني مش بينهم وبين بعضهم، مع المصريين. في قانون صغير أوي 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 موجود في كل الولايات ما عدا ولاية واحدة بس، اللي هي إنديانا، ودانا يعني خلي موضوع إنديانا ده على جنب. القانون هو لو انت ماشي على سرعة 10 خلي المسافة اللي بينك وبين اللي قصادك مسافة عربية، ماشي على سرعة 20 ميل خلي المسافة عربيتين، 30 ميل 3 عربيات، 40 ميل 4 عربيات، 50 ميل 5 عربيات، 6. كل ده مجال لانك انت تبقى بعيد عن الشخص او يحميك من لو حاجة وقعت منك، لو بصيت على التليفون اللحظات دي هي اللي ايه تجيب لك الحادثة. فأي خبطة من ورا بغض النظر هي جت ازاي، هي غلط يعني الموضوع منتهى. فما تقولش انك اتظلمت والكلام من مخبوط من ورا او حتى من الجنب من ورا بطريقه يعني
في الفانوس دي غلطتك يا حبيبي. بس شكرا. والاستاذ اشرف هيكمل وبعدين انا هكمل بعد الاستاذ اشرف. هو في حاجه كمان يعني انا شخصيا جربتها الفتره الاخيره بمناسبه ان الاستاذ يوسف بيقوله الناس اللي هم بتوع اوبر وليفت والحاجات اللي زي كده، في كاميرا بتتباع بتتحط في المرايه اللي قدام، كاميرا صغيره كده. الكاميرا دي اول ما بتدخل العربيه تشغل العربيه الكاميرا دي بتشتغل. الكاميرا دي فايدتها ايه؟ بتصور كل حاجه اثناء وانت راكب العربيه، من اول ما بتقعد في العربيه لغايه ما بتوصل المكان اللي انت رايحه. فايده الكاميرا دي للانشورنس. بمعنى ايه؟ في دلوقتي حوادث كتير بتحصل، تيجي تتصل بالانشورنس بالبوليس سوري عشان الريبورت والكلام ده، البوليس ما بيجيش ويجي يقول لك بلغ الانشورنس على طول. دي حصلت قدامي عندي وعند البيت عندي، عربيه كسرت على عربيه خبطتها وجريت، فاتصل بالبوليس قدامي لان انا رحت طبعا جريت اشوف ايه اللي بيحصل. اتصل بالبوليس قدامي مرتين، البوليس يقول له لا اتصل بالانشورنس وحاول لو في حواليك اي حد شاهد شهود يعني تاخد نمرة تليفونه عشان الانشورنس لو عايز يتصل بالشخص ده الشاهد دوت يعرف غلطة مين. الكاميرا دي بتحميك يعني، الكاميرا دي تمنها على الاي باي والكلام ده 30-40 دولار بالميموري كارت بتاعها والوصلة بتاعتها على الولاعة في العربية. الكاميرا دي بتعلق على الازاز بتسجل كل حاجة قدامك، فطبعا دي بتبقى من ضمن الحاجات اللي ممكن تثبت بيها لو خطأك او في حد عدى قدامك لا قدر الله وخبطته كل الكلام دوت، لو معدي في اماكن مش مسموح بيها في عبور المشاة مثلا. فكل الحاجات دي بتحميك. الكاميرا دي رخيصة ودي ممكن تحل مشاكل كتير لناس كتير يعني. فده بالنسبة للتكملة الاستاذ يوسف اللي هو قاله، والموضوع ده مهم جدا وبيحصل مع ناس كتير دلوقتي، البوليس ما بيجيش الا اذا كان في حد لا قدر الله متعور او في اصابات يعني. هنتكلم النهاردة في حاجات يعني، في كم نقطة كده عايزين نتكلم فيها. إعانة البطالة يا جماعة، إعانة البطالة بالنسبة للناس اللي كانت بتاخد إعانة بطالة وبعد كده رجعت الشغل وبعد كده قعدوا تاني من الشغل عشان ظروف كورونا أو مفيش بيزنس أو أيا كان، بيقدموا من أول وجديد على نفس الأكاونت بتاعه يعني، ما بيحطوش باسورد ويوزر نيم جديدة والكلام ده كله. فالخطوة ليه؟ لأن أنت بياناتك أصلا عندهم، بس بتحط بيانات جديدة اللي هي بالتواريخ، انت رجعت امتى الشغل، قعدت امتى من الشغل. وفي حاجة مهمة قوي يا جماعة، هو بيقول لك ان من ضمن الاسئلة بتاعت الابليكيشن ومن ضمن الاسئلة بتاعت الويكلي سيرتيفيكيت اللي هو اللي انت بتكتبها اسبوعيا ديت، بيسألك ان سبب اعادك او ان انت بقيت ان امبلويمنت بسبب كورونا، انت بتقول اه طبعا تمام. لو حد ماشي من الشغل لأي سبب تاني يا جماعة تمام، يقول نو، ما تقولش على كل حاجة يس. وآسف ان انا اقول، حتى لو في حد اللي بيملالك الاستمارة او بيملالك الويكلي سيرتيفيكيت لازم يكتب المعلومات صح من فضلك. مؤخرا طبعا ناس كتير كانت مش عارفة اللي كتب لها ايه في، وده طبعا لعدم وجود كمبيوتر، فمش عارفين ايه اللي كتب في الابليكيشن، ايه اللي كتب في الويكلي سيرتيفيكيت كل اسبوع. فكل دوت بيانات انت بتديها للحكومة، البيانات دي لازم تكون صح، لان على اساس البيانات ديت هم بيدوك اعانة بيدوك فلوس. فلو لقوا اي حاجة في البيانات دي غلط بيطلبوك بالفلوس دي تاني، ودي حصلت مع ناس كتير. فنرجو ان لو بتعمل، انا حتى لما حد بيسألني او بتاع بحاول تبقى البيانات بتاعته صح، لان الموضوع ده مهم جدا. ناس كتير قوي مضرورة دلوقتي وبيحصل معاهم ان هم طالبين منهم الفلوس بتاع عنت البطالة. فمن فضلكم خلي بالنا من الموضوع ده كويس قوي، لان البيانات اللي انت بتقدمها دي مأخوذة عليك. ودلوقتي بدأوا يعملوا الاوديت اللي هو يتشك يشوف ايه ويبعت للشغل بتاعك، وفلان ده مشي بسبب كذا، الشغل بيقول لا، الشغل بيقول اه، بتحصل مشاكل بيبعتوا للشخص يقولوا له ان انت ما كنتش مستحق لفلوس اعانة البطالة اللي خدتها وهي مبلغ كذا. طبعا بتفاجئوا بالمبالغ، بتبقى 9000 و10000 وحاجات كتير جدا، ودي اتكلمنا عنها في حلقات كتير قبل كده مع المحبة سنتر.
لو عايزين ترجعوا للحلقات ديت كنا بنتكلم بالتفصيل فيها عن عمت البطاقة دي، حاجة بس ايه ريفريش كده يعني ايه للناس نفكرهم بس بموضوع عمت البطالة وايه هي خطورته. تمام. في ناس سألوني برضو ازاي يطبعوا الضرائب بتاعتهم من عمت البطالة. ليدي هتحط على الكومنتات صور. اللي بنطلبه من الناس اي حد حتى لو انت اللي مش عامل الاستمارة بتاع عمت البطالة على الويب سايت لازم يكون معاك اليوزر نيم والباسورد بتاعك، عشان حتى لو اتصلت بحد يساعدك تقدر انت تخش على الكمبيوتر اللي عندك ويمشي وراك خطوة خطوة معاك خطوة خطوة لغاية ما تقدر ازاي ان انت تطبع بيانات عامة البطالة اللي هي 1099 من الويب سايت نفسه. تمام. انت بتخش بتصاين باسمك بتلاقي ايميل جالك، دوس على الايميل دوت، بعد كده بتلاقي لينك بيفتح على طول PDF فايل، تفتح الفايل ده هتلاقي حوالي 4 صفح تطبعهم تبعتهم لحد يطبعهم لك وتقدمهم مع لما بتيجي تقدم على الضرائب. تمام. بمناسبة الضرائب، تمام، هنتكلم الاول على اوبر وليفت. كل الناس اللي شغالين في اوبر وليفت والكلام دوت بيخشوا برضو على الداشبورد بتاعتهم على الحساب بتاعهم الاكاونت وبتطلب دوكومنت بتلاقي الضرائب بتاعتك، هم جايبين لك الدخل بتاعك كام من تاريخ كذا لتاريخ كذا وهو سنة 2020، برضو بتبعتها لحد او انت لو عرفت تبعتها لنفسك وتطبعها لو عندك برينتر في البيت او تبعتها لحد يطبعها لك، لان لازم ديت تتقدم مع ورقة الضرائب. يعني مثلا الليفت بيقول لك لو انت عامل اقل من 20,000 في السنة يبقى انت كده ايه مش لازم، بس انت امن نفسك الدخل اللي جالك من اوبر او من ليفت او من اي ابات تانية زي امازون فليكس وزي الكلام ده وهذا كله يفضل انت تقدمه مع ورقة الضرائب بتاعتك، تمشي في السليم احسن. ليه؟ عشان ما يجيش حد بعد كده يقول ايه حصل عليا اودت في الضرائب بيطالبوني بيقولوا لي ان انت اشتغلت في الحته الفلانيه وجالك منها دخل كذا ليه ما عملتش عليها ريبورت. ودي طبعا المفروض هينصحكوا بالكلام دوت اللي انتوا بتعملوا عند الضرائب. في ناس كتير برضو بيروحوا لكذا واحد في الضرائب عشان يشوفوا انه اللي هيجيب لهم اكتر، ودي طبعا حاجه يعني يفضل اللي انت بتتعامل معاه في الضرائب هو اللي بتتعامل معاه في الضرائب. في ابات ممكن تخش انت تعمل الضرائب بتاعتك، بس يفضل حد يكون فاهم كويس في الموضوع، عشان الضرائب دلوقتي بيجي عليها اودت كتير، يعني بيتشكوا على حاجات على دخل على 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 تلاقي جواب جاي لك بعد 5-6 اشهر يقول لك الضرائب اللي انت قدمتها فيها كذا في مبلغ كذا المفروض انت تدفعه. الله طب ليه؟ طب انا عملت ايه؟ تروح للي عمل لك الضرايب طب ليه؟ لان الناس بيقعدوا يدوروا على حد اللي يجيب لهم 300 دولار زياده اللي يجيب لهم 400 دولار زياده. اعرف هو جاب لك الفلوس دي زياده ازاي؟ ممكن يقدم بيان غلط، ممكن يكتب حاجه غلط في الضرايب وبالصدفه يعني لا قدر الله هي دي اللي يجي عليها الاودت، هي دي اللي تشك عليها لا غلط. فانت كده بتكذب في المعلومات بتاعتك. فمن فضلكم موضوع الضرايب ده مهم جدا. زي ما انتوا شفتوا اعانة البطالة ما كانوش بيدوا لحد اعانة بطالة اذا كان عامل مش عامل ضرائب 2018 2019. فالضرائب دي مهمة عشان الهيستوري بتاعك في البلد. تمام. في برضو ناس كانوا سألوا على شيكات الاعانة، هي الشيكات المفروض توافق عليها في الكونجرس دلوقتي المبلغ هيبقى 1400 دولار للشخص على حسب المقيمين عندك في البيت، لو الاسرة هيبقى اب ام يبقى 2800 دولار، الأطفال أول طفل ليه مبلغ، بعد كده تاني طفل المبلغ هيبقى 3000، بعد كده هيبقى 5700 أو 800 تقريبا، الطفل الثالث هيبقوا 6800، يعني ليها بادجت أو ليها حساب معين هو هم حاسبينه عندهم. وممكن تخشوا جروبات كتير قوي ناس شيروا البيانات دي بالظبط وقالوا الفلوس بتاعه شيك الاعانه ده هيجي امتى وهيجي ازاي ومحسوب ازاي، بس هو توافق عليه اخيرا الحمد لله في الكونجرس وربنا يسهل ان شاء الله والظروف تتحسن. تمام. في حاجه جديده حصلت ان هم في فيروس مصل جديد نازل لفيروس كورونا، بس المصل دوت من شركه ثالثه. احنا لو فاكرين اتكلمنا على الامصال في شركه فايزر وموديرنا، دول اللي هو الفاكسين بتاعهم شغال دلوقتي وبيدوه للناس. الفاكسين دوت
لو تفتكروا نسبة الفاعلية 94% و95% بيحتاج إنه يتحفظ في درجات حرارة أقل من الصفر بكتير، يعني 90 درجة تحت الصفر 70 درجة تحت الصفر. ده اللي عمل مشكلة في الأول لما جم يوزعوا الفاكسين، كان من ضمن التحديات اللي عندهم إزاي ينقلوه في درجات الحرارة المنخفضة دي، تمام؟ وده اللي عمل شوية لخبطة طبعاً، مش كل الولايات خدت قد بعض، مواضيع كتير طبعاً إحنا كلنا بنسمع النشرات وبنشوف إيه اللي بيحصل فيها يعني، تمام؟ هنسيبنا بقى من موديرنا وفايزر، هنخش على المصل الجديد بتاع شركة جونسون أند جونسون، وده لسه في إدارة الصحة بتاعت أمريكا بيحاولوا ياخدوا عليه موافقة، تمام؟ استثنائية. استثنائية يعني إيه؟ بيجربوا المصل، بيشوفوا نسبة فعاليته عاملة إزاي. نسبة الفعالية بتاعت المصل الجديد 74%، مش 95 ولا 96. بس هو في فرق، أول حاجة إنها هتبقى حقنة واحدة، يعني هي مرة واحدة هتاخد حقنة المصل وخلصت، تمام؟ تاني حاجة مهمة جدا إن بيتحفظ في درجات حرارة عادية اللي هي درجة حرارة التلاجة، فطبعا ديت متاحة جدا، هيقدر يتنقل أسرع، تراكات وطيارات وي، لأن هم كانوا محتارين إزاي يجيبوا درجة الحرارة ال70 تحت الصفر دي. فالمصل الجديد بتاع جونسون أند جونسون نسبة الفعالية بتاعته طبعا أقل منهم ب 20%، 74%، وهي حقنة واحدة وبتحفظ في درجة الحرارة بتاعة الريفريجريتور العادي، التلاجات العادية، فكده نقله هيبقى أسهل. وأول دفعة خارجة من المصانع بتاعة جونسون أند جونسون بيقولوا، أنا مش متأكد من المعلومة دي، إن هم 250 مليون جرعة، فده طبعا هيكفر نسبة كثيرة جدا من الشعب هنا من أمريكا، تمام؟ النصيحة من واحد زي الدكتور فاوتشي كان بيقول إن من الأفضل لي إن أنا آخد مصل فعاليته 74% من إن أنا يجي لي الفيروس، فلأن الناس هتيجي تقول لا جونسون أند جونسون أنا عايز فايزر، لا أنا عايز موديرنا، لا هو المصل اللي يجي خده، لأن إن أنت تاخد مصل فعاليته 74 وده مش وحش طبعا، تمام؟ أحسن من إن يجي لك كورونا، فده طبعا هيحل مشاكل كتير جدا. بالنسبه لموضوع ان لا انا عايز، يعني هي الموضوع يعني هننقي وكده، لعلمكم حاجه زي مصل الانفلونزا اللي احنا بناخده كل سنه دوت، ده نسبه الفعاليه بتاعته من 40 ل 65%، يعني برضه نسبه الفعاليه بتاعته قليله جدا، بس مصل الانفلونزا وبناخده عشان الاعراض والكلام ده كله. فطبعا لما يبقى متوفر، يعني انا عن نفسي لما يتوفر حتى جونسون اند جونسون هاخده، لان زي ما انتم شايفين احنا شيرنا من كام يوم على صفحه المحبه، وانا شيرتها على جروبات كتير، ان احنا بالتعاون مع فاندربيلت بتخش على لينك معين، اللينك دوت فيه ابلكيشن بالعربي، ابلكيشن بالعربي ديت بتملاها حضرتك مكتوب فيها البيانات للناس اللي عندهم 75 سنه فيما فوق، فطبعا ده في ولايات تانية ابتدوا في 65 دلوقتي فيما فوق. فطبعا عقبال ما احنا كل ما الاعمار بتطول شوية في ولايات الجنوب فبتاخد وقت اكتر، خلي بالكم. فطبعا عقبال ما توصل عندهم 65 وبعد، لان هم ادوا طبعا الفرونت لاينر في الاول اللي هم الممرضين والدكاترة والضباط وبتوع الفاير ديبارتمنت، ونرجو ان المدرسين ياخدوها برضو لان هم بيطالبوا بكده عشان يرجعوا المدارس تاني، بس دي من ضمن الحاجات يعني. فمن فضلكم وبمناسبه موضوع جونسون اند جونسون، المصل بتاعه مور افكتيف، يعني ليه فعاليه اكتر على الفيروس الجديد اللي جاي من جنوب افريقيا والبرازيل وانجلترا، لان انتوا لو تعرفوا ان فيروس كورونا تحور من نفسه، عدل من الشكل بتاعه، بقى متطور اكتر، التطور دوت بيعمل صعوبه في ايه؟ في ان احنا نجيب له مصل، نسبة انتشاره اسرع، فعاليته اكتر يعني على الجسم، يعني ضرره اعلى. فطبعا المصل الجديد بتاع جونسون اند جونسون فعاليته على الفيروس الجديد اكتر، فده كويس طبعا. فنرجو ان كل الناس الصحة والعافية يعني، بالذات في موضوع الفيروس ده، عشان الحياة ترجع زي ما كانت. بالنسبه في حاجه احنا برضو بنعملها كل يوم سبت المحبه سنتر،
بيبقى فيه مخبوزات جاية لنا من بانيرا بريد. المخبوزات دي بتبقى فريش، بنعمل لها بيك اب او بنستلمها من المحلين، متفقين معاهم المحبة سنتر، متفقين مع محلين من محلات بانيرا بريد، بيدونا نسبة معينة من المخبوزات اللي هم بيطلعوها في اليوم دوت اللي هو يوم السبت. طبعا بيبقى الويك اند، فبيعملوا مخبوزات اكتر من بالليل، فالحاجات اللي بتجيلنا بتبقى فريش، مش زي ما الناس قالوا ان تبقى اكسباير والكلام دوت. ممنوع ان المحل يطلع حاجة اكسباير، لان دي مسؤولية عليه، ما ينفعش. فبيدينا حاجات فريش زي اللي بيباعها للزبائن، فالناس لما تيجي بياخدوا احتياجاتهم من المخبوزات زي عيش دنش كل الكلام ده بيبقى موجود على الترابيزة زي ما بنذيع. وحاجة بس أرجو من جروبات على الفيس، إن إحنا لما بنحاول ننشر حاجة زي كده بنحاول ننشرها عشان الناس تستفيد، المجتمع اللي إحنا عايشين فيه في ناس كتير بتبقى محتاجة. السبت اللي فات مثلا كان في جايالنا باليتة كاملة، عايز أقول لكم العدد، يعني ملابس أطفال بنات من سن سنتين لثمان سنين، وطلعت في الفيديو لما عملناه إحنا جايلنا بالمناسبة يعني باليتة كاملة. الباليتة دي فيها 1500 قطعة، 1500 قطعة ملابس جديدة لانج، ده غير طبعا الملابس اللي هي متعلقة على الركات زي ما شفتوا في الفيديو. ولغاية دلوقتي عشان عدم ساعة عشان المكان وقفنا التبرعات، يعني قلنا للناس اللي بتتبرع لا وقف دلوقتي ستوب لغاية ما نخلص اللي عندنا، تمام؟ احنا لسه في عندنا لبس كتير جدا وفي حاجات لسه ما طلعتش. فطبعا مجهود كويس جدا، شكرا ليك يا ليديا، الاتصال والكوميونيكيشن مع الناس ديت اللي بيتبرعوا، ودي حاجة مهمة قوي للجروب والناس. فمن فضلكم لما نشير حاجة زي كده على الجروبات على الفيسبوك يا ريت تشيروها يا جماعة عشان الناس تستفيد بس، تمام؟ طبعا لان الكنيسة قالت يعني نمنع التعامل مع المحبة سنتر وكده عشان التعاليم الخاطئة، بس احنا دي حاجات تبرعات زي المخبوزات واللبس والكلام ده، لعب اطفال. يعني الاسبوع اللي فات كان عندنا لعب اطفال، فطبعا دي حاجة مهمة جدا للناس، وناس كتير بيستفيدوا. وبالمناسبة على فكرة امبارح وزعنا حوالي 750 قطعة ملابس من الجديدة لانج اللي لسه جاية لنا اللي هي كانت محطوطة على الترابيزة. لغاية دلوقتي موزعين أكتر من 175 جاكيت وسويتر، حاجات الشتاء اللي هي الحاجات اللي موجودة على الركات، الحريمي الرجالي الأطفال اللي هو اللبس العادي. في حاجات بالتيكت، في حاجات مستخدمة كويس جدا، الحاجات اللي بنلاقيها وحشة بنرميها كده كده، بس لبس كويس وحاجة زي كده. ويا ريت نشير الكلام دوت لما بنبقى طالبين الشير. التوزيع هيبقى السبت الجاي كل يوم سبت إلى أن الحاجة تخلص يعني، بس الأكل المخبوزات موجودة كل يوم سبت إن شاء الله، وننتظركم وننتظر إن الناس كلها تستفيد. وحتى لو مش محتاج مخبوزات تعالى معانا نقف معانا ونشرب شاي وناكل شوية مخبوزات مع بعض كده وعيش وبتاع. فمن فضلكم التدعيم للمحبة سنتر، ادخلوا على صفحتنا تابعوا أخبارنا عاملة إزاي، أوكي؟ احنا عندنا عيش بس اللي عايز يجي يشرب شاي يجيب الشاي معاه. اوكي اللي كافي ممكن نجيب ترمس، ما مشكلة. لا لا خلاص هنجيب الترمس، خلاص هاتوا لنا معاكم وانتوا جايين شاي او كافي واحنا علينا المخبوزات واحنا علينا العيش. في حاجة تانية؟ اتفضل يا استاذ. مايكل الله بيقول انا اتخبطت من الخلف والبوليس قال يعني مش محدد مين الغلطان، والتأمين بتاع الشخص اللي هو التاني اللي خبطه رفض يدفع لك الفلوس. مايكل لو الموضوع يعني لو الخطة كبيرة روح لمحامي وخد المحكمة. المحكمة ممكن تبص على الريبورت وتسمع رأيك في الحادثة، والقاضي هو ممكن ياخد القرار. وعلى فكرة يعني أنا شفت المحكمة دي كذا مرة ومع حد وكده، القضاة بيبقوا دايما عندهم عدل يعني وعندهم خبرة كويسة، مش عشان قاضي ما بيقلق، لا هو أولا بيعرف يسوق فبيقدر يفهم الوضع اللي أنت قلت له إيه.
بس برضو يعني نصيحتي لأغلب المصريين لما تروح تتعامل مع قاضي خليك to the point وسريع، لأن هو مش هتقعد تتصاحب عليه. دي من الحاجات اللي بتخلي القاضي يتعاون معاك أو يرفضك يعني. يعني الإجابة على قد السؤال. اللي هتكلم دلوقتي أرد على الكلمة اللي قالها الأنبا يوسف في يوم 29 نوفمبر سنة 2020. أنا في الحقيقة يعني بعد تعب شديد وجبت كل الكلام اللي اتقال من ساعة ما هو فتح الورقة اللي قدمها له أحد الآباء الكاهنة، وبقول أحد الآباء الكاهنة لأن يعني إيده كانت باينة، أنا عارف مين بس أنا مش هذكر أسامي خالص. هو الكلمة اللي هو قراب اللي هو موجود في الكلمة المحبة سنتر، إحنا مش عارفين إنهم ليهم تعليم غريب بالرغم من إنهم أولاد الكنيسة. طيب متشكرين يا أبونا، متشكرين كمان ليك يا سيدنا إنك على الأقل اعترفت بينا إن إحنا أولاد الكنيسة. لو عندنا تعليم غريبة ممكن نتكلم عليها، وهكلمكم عليها وهنتكلم عليها. أنا مش ضد الكنيسة ولا في أي حاجة، بس أنا عايز أقول إن إحنا خدنا معاملة VIP يعني من الكنيسة، فخلينا نتكلم ومن غير آراء. بعدين الأنبا يوسف قال الموضوع عقائدي وليس فيه تصفية حسابات. هو فيه تصفية حسابات بس أنا هركن دي ونخلينا في العقائد. خلينا نمشي واحدة واحدة. طبعا من ضمن الحاجات اللي قالها الأنبا يوسف في خلال الوعظة، لو في ملاك قال لكم قال لكم شيئا غير موجود في الإنجيل لا تصدقوا. وعدها لو في ملاك نزل وقال لكم كده نسجل. يا سيدنا الملاك ده موجود بس هنا غير اسمه، اسمه الشيطان. مع الملاك عشان ينزل كملاك مش معقولة بس أول ما هيظهر على الأرض هيبقى شيطان، فهو الشيطان كان ملاك أساساً. ودي وبعدين إحنا مش ضد الإنجيل ولا قلنا حاجة على الإنجيل، وأنا علشان نبتدي الخير أنا هقرأ لك الحتة اللي أنت طلبتها يا سيد، خليك معايا وأنا هقرأها لك. إحنا في روميا الفصل الأولاني آية 18، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وأسمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات قدرته السرمادية ولاهوته، حتى أنهم بلا عذر لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كالله كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم بالغبي، بينما هم يزعمون أنهم حكماء وصاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات، ولذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. ولذلك أسلمهم الله إلى أهوان الهوان، لأن أناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين الاستعمال الأنثى الطبيعي واشتعلوا بشهوتهم بعضهم بالبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا وبذكور، نائلين في أنفسهم جزاء ظلمهم المحق. وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله لذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، ممنوعين من كل أسم وذنى وشر وطمع وخبث، مشحونين جدا، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين، مفتريين، مبغضين لله، سالبين ومتعظمين، مدعوين، مبتدعين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طاعين للوالدين، بل فهم لا عهد ولا حن ولا رضا ولا رحمة، الذين إذا عرفوا حكم الله إن الذين يعملون مثل هذا يستوجبون الموت، ولا يفعلون فقط بل
ايضا يسرون بالذي يعملون. سيدنا الموضوع ده ماله ومالنا اساسا؟ يعني القصه كلها ان في الشخص اللي انت بتتكلم عليه اولا ده بنتي، فعشان ما نقعدش يعني نتكلم بلف ودوران في الكلام، كل اللي عملته حب جارك وحب اي حد حتى لو كان كذا. ولما الاباء كانوا اتكلموا شن حد ولو كان في كذا على اساس ان كل العالم. وانا في المره اللي فاتت لما اتكلمت عند جروب المحبه، احنا المحبه سنتر جروب المحبه، كاتبين في الحاجه بتاعتهم واي شيء واي واحد واي ما هي هياها، يعني هي هي هو احنا عشان هي حطت اللوجو خلاص نعمل عمليه اعدام. ما يصحش الكلام اللي انت بتقوله لي، انا قريته لك بس انا مش همضيه ولا هكتب عليه لاسباب كتيره. اول سبب ان ال 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 الاب الكاهن كتب ان بالرغم من انهم اولاد الكنيسه، فانا عندي الختم من الاول ان انا ارثوذكسي ومن ابن الكنيسه، هعودها بقى مفيش معموديه تانية يا سيدنا في الارثوذكسيه. فخلينا نمشي بلا تفضل كلمه العقيده، تبدا كلمه العقيده. بس قبل برضو ما اخش على كلمه العقيده عايز اقول اللي هو قدسك على ايه في يوحنا 1:20. الايه بتقول ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. فلو احنا بقى هنخش على الانجيل، واحد تفتح لي انا افتح لك انت تفتح لي روميا وانا اقول لك يوحنا، مش هنخلص. ليه؟ لان في ايات لازم تتقري وايات لازم تتفهم. يعني مثلا نتكلم على روميا، الانجيل بتاع روميا واحد لو انت قلبت الصفحه بيتكلم عن حاجات تانية، بيتكلم عن المحبه وحب جارك وحب ده وده. احنا اتكلمنا عن حب الجار حتى لو كان عنده حاجه. لا ممكن بعد اذن حضرتك الاصحاح الثاني نقرا اول اربع او خمس اعداد فيه اللي هو برضو بولس الرسول الى اهل روميا الثاني. الاصحاح الثاني عايز من ايه؟ من الاول. انت بلا عذر، لذلك انت بلا عذر ايها الانسان كل من يدين، لانك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لانك انت اكشلي دي في نفس الصفحه، يعني في نفس الصفحه بس من تحت في الانجيل اللي معايا، لانك انت الذي تدين تفعل ذلك الامور بعينيها، ونحن نعلم ان دينونه الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذا. افتظن هذا ايها الانسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وانت تفعل انك تنجو من دينونه الله؟ طب كفايه بقى على كده. طيب ده موضوع، احنا لسه ما اتكلمناش على العقيده، ده انا جاي لك على العقيده. ده موضوع. وبعدين طلبت مننا يعني الكلام ان احنا نكتبها. طب ماشي، هنكتبها ازاي يعني بالعربي ولا بالانجليزي؟ وبعدين نعلق بها بيان، وبعدين نشيره على كل حته، وبعدين ساعتها بص نيافتك الكلمه اللي انت قلتها، وارجع للشريط نيافتك الكلمه اللي انت ساعتها قلت بعد ما هنمضي ونعمل ده كله، انت هتقول ان الورقتين اللي نزلوا مس اندرستاندينج. طب يعني انا اقول لك يا فرحتي يعني ايه مس اندرستاندينج؟ يعني ايه واحد من الكنيسه يقول مس اندرستاندينج؟ هم عشان نزلوا من غير امضاء يعني كان خطا كتابي يعني، ولا القلم اللي مسكه الكاهن كان بالمشقلب؟ الورقه اللي انت نزلتها سيدنا صدقني ده انا مبسوط لها قوي، ده دي كارت ابيض في عيني ومش هتتشال مهما حصل، ولو قدسك هتحطها في انها حاجه دي هتتشال دي مش هشيلها ابدا. مش وصمه عار للكنيسه انها عيلت خلصت في اولادها، لا، بس هي دي عشان لما حد يقول لي اصل الكنيسه، لما نيجي بعد 20 سنه ويجي حد البنت يقول لها اصل انا ابونا كذا وعايز تقول لها لا يا حبيبي عندنا مشكله قديمه واحنا شلنا الموضوع. طيب دي حاجه. نرجع لحته ثانيه ان قدسك قلت مش عايز اتكلم عن المغالطات والاهانات الموجهه الي شخصيا وانا متسامح بالرغم ان عندنا سكرين شوت. يعني انا ماسك الحاجه مش هوريها لك بس ايه انت كذا. بس يا سيدنا
انا مش راجل صغير، وانا السبب ان انا مش بنتي ولا اي حد هيجي جنبيها، لان انا في الاول كنت ضدها، بس اللي حصل حصل بالمشاقلب. خليني اعيد حاجه قديمه عشان نفهم الموضوع. اول واحد جات له المكالمه انا، اول واحد قعد مع ابونا فلان انا، اول واحد ابونا فلان قال له لا عايزين لجنه انا، اول واحد ابونا قال له عايز اكلم ليديا انا. وعلى فكره هو كلم ليديا وقال لك انت ان هو قعد مع ليديا، وانت تشهد على ذلك، نيافتك تشهد على ذلك، لانك انت كلمته قصادي على التليفون وهو قال لك لا الكلام ده ما كانش صح. ده حاجه. ما ان رحنا قعدنا مع الاباء الكهنه، حاضر احنا. طيب ايه اللي انا غلطت فيه بقى في الحته دي؟ ده بنتك هي اللي غلطت. طب هو ده الاسلوب اللي اتعامل معاه؟ يعني انتوا طلبتوا مني حاجه وانا اتعاونت معاك وجبت بنتي وجبت الراجل ده اللي جنبي اللي هو ملوش دعوه باي حاجه اساسا الا ان هو عضو معانا، وجبت هيلين وجا معانا حد على الاونلاين، وقعدنا اتكلمنا مع الكهنه واتفقنا مع الكهنه، وبعدين قالوا قولوها عربي، لا قولوها انجليزي، لا قولوها عبري، لا طب انا لو كنت بعرف ثلاث اربع لغات بقى كنت هيجننوني فيها. سيدنا الببليستي والحاجه اللي عاملاها الكنيسه ما يصحش. انا مش خايف ولا بخاف ولا بيهمني، بس ما يصحش ما يصحش. احنا مش ناس صغيرين. نيجي الحته الثانيه بقى. انت بتتكلم على المغالطات والكلام من ده. طيب ما احنا اتشتمنا شتيمه ما يعلم بها الا ربنا، ما يعلم بها الا ربنا، ولا كهن الكلب ولا ده كلهم ضربوا وشهم الناحيه الثانيه. انا اسف يا استاذ يوسف اقطع حضرتك، عشان انا اتاكد ان البيان كان نازل من الكنيسه، لان الهيد ما كانش فيه هيد لتر جاي من الكنيسه او اي حد ماضي عليه. انا اتصلت باحد ابائنا الكهنه اللي بحبهم وسالته، قال لي البيان نازل من الكنيسه. قلت له طيب يا ابونا دي الحاجات اللي الناس مشيراها على الفيس، والشتيمه في حقنا وفي حق بيوتنا عيالنا ومراتاتنا، وشتيمه مهينه، واحنا اتكلمنا على الموضوع زي كده في حلقه قبل كده ومش هنتكلم فيه تاني لان اللي حصل حصل. طب انا اعمل ايه؟ ما اوتسك برضو السوشيال ميديا اللي جه منها المعلومات والسكرين شوتس اللي ليديا كانت عاملاها او اللي الكنيسه ما كانتش موافقه عليها او ايا كان. طيب ما هو دي زي دي. احنا لما يبقى في سوء تفاهم بعد ما احنا لو نزلنا البيان كتبنا اللي في الانجيل ومضينا عليه، وده طبعا مش هيحصل لان في طرق كتير قوي احنا معترفين بالانجيل كله، فما علينا من النقطه دي. استاذ يوسف بيتكلم فيها بالتفصيل. التصحيح اللي تم على الكومنتات اللي حصلت علينا، فده برضو اهانه، وكانت حاجه يعني يعني حاجات يعاقب عليها القانون، فاحنا مش هنتكلم في الموضوع ده تاني. فاحنا سامحنا في حقنا برضو زي نيافتك ما قلت انا مسامح في حقي، بس للامانه المواضيع دي الحاجات دي ضرتنا، وزي ما بناخد بالسوشيال ميديا يبقى ناخد بيها في كل حاجه. يعني احنا خدنا بالسوشيال ميديا من المحبه سنتر بتشيره او بتعمل بوستات. طيب ادام احنا بنهتم بالموضوع دوت، لا او نحاول نصلح الموضوع في المحبه سنتر والكلام دوت، يا ريت كل اللي تم والغلط اللي تم في حقنا يبقى بنفس الموضوع. انا اسف يا استاذ يوسف. لا مفيش حاجه. دلوقتي هكلم قدسك عن خلي بالك انا بقول اكلم الكلام للانبا يوسف علشان ليا رجاء ان الاباء الكهنه اللي عملوا اللي اجتمعوا بينا والاب الكاهن بتاع كنيسه الانبا بشوي الاربعه دول يطلعوا بره الفيلم كله خالص نهائي. ليه بقى؟ نيافتك قلت لبعضهم لحد منهم ان الكلام اللي بيطلع مننا كذا وكذا، يعني كلام مهين وكلام كبير. طيب هل الكاهن ده قال لك هو قال ايه عشان ليديا ترد كده؟ يعني 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 هي ليديا دي عيله هبله يعني تقعد تشتم طول النهار والليل وتغلط، ولا في حد بيزغزغها؟ انا مش هتكلم طبعا عن مدارس الاحد والشباب اللي بيتناول طول النهار والليل وعمال يعني
لان دولت في يعني في 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 بعضهم متخبط يعني. خلينا بقى نتكلم على العقيده اللي احنا كسرناها. انا قلت لك احنا ما كسرناش، احنا غلطنا في حاجه، هي غلطت في حاجه، ده مش كسر عقيده. ما تقنعنيش بحاجه غلط، ده مجرد راي. لا خلينا بقى نتكلم على العقيده. انا بقى هقول لنيافتك ثلاث حاجات عن العقيده من الكنيسه. اول واحده، وما تضحكش، ده خليك معايا، ده انا هفرحك اضحكك يعني على الشباب بتاعك. في اجتماع شباب، احد اللي هم بيقدموا الاجتماع في الحقيقه يعني كان جهبس شويه، راح قال ايه؟ لو انت اسمعني كويس يا سيدنا، اسمعني كويس، لو انت حضرت حفل زواج مسلمين ممنوع انك تتناول بعديها. خلينا بقى نمسك دي ونفصصها. الحقيقه يعني الشخص ده من خدام كبار في كنيسه معينه، انا مش هقول لك حاجه عن الاسامي ولا هجيب سيره الناس، انا معايا الاسامي، مش معايا الاسامي بس ولا السكرين شوت، انا معايا الشهود. بس خلينا نتكلم بالادب. واحد علماني بيتكلم عن حرمان من المناوله، ده في انهي عهد ده؟ وبعدين انا لما اروح فرح واحد مسلم ما ينفعش ان انا اتناول؟ امال لما بيروحوا فرح مسيحي وبيرقصوا يعني بيعملوا ايه يعني؟ يعني يشغلوا عدويه تبقى حقيقي يخشوا بيتناولوا ويروح عند مسلمين يبقى ما ينفعش؟ طب انا هقول لك على حاجه بقى عشان تحل لي المشكله دي. انا حضرت فرح وجنازه اليهود، وحضرت فرح الفلسطينيين وطبعا مسلمين، وحضرت فرح لمسلمين في لبنان، وحضرت فرح لهنود، وحضرت فرح لباكستانيين، ده انا ما اخشش الكنيسه. افتكرت هم قالوا ان انا مش مسيحي، فانا كنت كافر في الوقت ده. طيب ماشي، معلش خلينا في الموضوع. دي عقيده وما تتقالش، والكاهن اللي اتقالت دي في كنيسته المفروض يعرف الموضوع ده. اعد لك بقى الثانيه اصعب من الاولى. شوف دي بقى انت صعبه ازاي، هقول لك الثانيه. احد الاباء الكهنه كان عنده مشكله صغيره، واتصل بواحد من اللي تقريبا المشكله معاهم وكلمه، فقال الواحد ده تقريبا قال له هجيلك بعدين ولا بتاع، راح قال له لو ما جيتش دلوقتي انت محروم من المناولة. كويس. راح الشخص ده راح للكاهن واثبت له ان هو ملوش علاقه بالموضوع ده، ويعني يعني الموضوع كله اتفاهم غلط. حلو لحد كده؟ خلي بالك يا سيدنا ان الكاهن حرمه قبل ما يتكلم معاه، دي نقطه مهمه. الكاهن حرم الشخص قبل ما يروح له لمجرد ان قال له هتأخر عليك، دي مش سلطة تتعمل من الكاهن. وبعدين لما راح وقعد ولقى كل حاجة تمام انتهى الموضوع. الكاهن ده بعديها سافر راح بره امريكا. العيل ده ابوه بيقول له انت ما بتلبسش شماس ليه؟ راح قال له الكاهن فلان الفلاني منعني من المناولة وهو مش هنا. لما رجع الكاهن ابو الولد ده راح قال للكاهن ايه اللي حصل؟ فالكاهن قال له لا ده انا كنت فاكر انه هو فهم يعني والموضوع انتهى. طب هو الموضوع انتهى ازاي يعني؟ مش لازم يقول له انت محلل، مش لازم يقول له اي حاجة، مش لازم يقول له طب يا ابني سامحتك؟ ده حاجة. هدي لك حتة هدي القدسك، أنا ما بعدلش عليك، أنت علامة، بس أنا هوري لك حتة من العقيدة برضو الصغيرة اللي هي بالنسبة لي، لأن أنا أب وعارف العيال بيعملوا إيه. أغلب الكنائس عندهم يافطة ما لا تستعمل التليفون، ممنوع التليفون. تخش الكنيسة تلقى الكاهن ماسك التليفون. العيال الصغير هيفهم إزاي؟
يعني الكاهن ممكن هو اللي معلقها وهو اللي بيكسرها. طب اكتبها، التليفون مسموح للمعلم والكاهن. لا هو عشان ممكن يعني التليفون بيبقى عليها ابات بيقروا منها الانجيل او معلش، بس ما العيل ملوش دعوه. وبعدين في اثباتات بتكسد مسج بتكون ما بين الكهنه والشمامسه وكده جوه الكنيسه جوه القداس، في اثباتات بحاجات كتيره، بس مش دي القصه. يعني لازم العيل بالذات اللي هو يعني ميدل سكول ما نخرمش في دماغه. ده هو حول الله يعني العمليه ماشيه يا دوبك طالع على ثانوي، ولو هو البكري ابوه وامه عمالين فرحانين بيه وهو اكتر من، فيعني انا مش اتدخل في الحاجات دي كلها. ده العقيده اللي موجوده. انا عندي كتير وعندي شهود، انا السكرين شوت ده كله ده ما يهمنيش، وانا مش بتاع الحاجات دي كلها. انا عندي شهود كتيره، هنخبط في بعض مش هينفع. انا هقول لنيافتك اللي انا عايزه واللي انا محتاجه. هو في مثل، يعني مثل امريكاني هقوله لك، بيقول لك خلي اصدقائك قريبين منك واعدائك اقرب منهم. فانت هتعمل مني عدو، هتعمل من ده عدو، هتعمل من ده عدو، مش هتنفع. لان انا طبعا انا حاسس بالظلم، والراجل ده حاسس بالظلم، بنتي دي حاسه بالظلم. لما كل الناس هتحس بالظلم ما ينفعش. هيجي وقت هيبقى فيه انفجار، فما فيش داعي نوصل للحاله دي. انا اولا اطلب من الاباء الاربعه الكهنه عدم التدخل نهائي في اي حاجه بيني وبيننا وبينك نهائيا، لان المعلومات والحاجات اللي بيوصلوها لك معلومات من ارائهم الشخصيه مش اللي اتقال. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه علشان ما يعني نبقى متفاهمين معاك، لحد النهارده، من النهارده لحد عيد القيامه، حدد اي ميعاد يعجبك نقعد مع بعض نصفي الموضوع ده بدون شروط، لا منك ولا مننا، بدون شروط نهائي، لا منك ولا مننا. عيد القيامه قبل عيد القيامه في مايو، اي وقت قبل عيد القيامه ب 15 يوم، عشان كل اللي معانا ياخدوا اجازات. اللي هيحضر من طرفنا من محبة سنتر ومن طرفنا لأسباب معينة، عشان بس لو أنا والأستاذ أشرف وليديا ومدام رشا مرات الأستاذ أشرف وجيكوب ابنه، إحنا الخمسة اللي هنحضر. من عندك هات الكهنة اللي أنت اللي يهمك، بس مش عايز حد منهم يتكلم لو سمحت، إحنا اتكلمنا بيننا وبين. وأوعدك بالسمع والأدب مننا كلنا، محدش فينا هيغلط فيك ولا تسجيلات ولا الكلام ده كله، سيبك من الكلام ده كلام انا اتحمل مسؤوليته. وقلت لك انا عندي شهود لحاجات كتيره اكتر من كده، بس عندي ليك نقطه عايز اقولها لك، هي مش هماني خالص. خلينا عيد الميعاد تاني، قبل عيد القيامه نكون مجتمعين مع بعض. لو ما اجتمعتش معانا قبل عيد ولا بعت لنا على ميعاد الميعاد، ابعت اي كاهن غير الاربعه كهنه، اي كان يتصل وانا هحترمه. ولو الميعاد اللي ادهولنا مش مناسب هقول له طب الميعاد اللي بعديه ايه، او اديله فرصتين يعني، لان الناس دي كلها لازم ياخدوا اجازات ولازم نستعد يعني. لو ما ردتش انا مش زعلان ولا اي حاجه، الكنائس الارثوذكس كتيره. هتقول لي بقى دي بيقولوا دي الكلام ما ينفعنيش، انا مش بتاع عقيده اساسا خلاص ما يهمنيش، بس انا ارثوذكس ابن ارثوذكس ابن ارثوذكس، وعصر لك رقبتي هتنزل لك شويه ارثوذكس كمان، فمش هتعرف تعمل معايا حاجه. خلينا صراحه يعني. الحاجه الثانيه يعني ان الاباء الكهنه منزلين حيطه واقفه ضدنا، نخش هنا نلقى كده، نخش هنا. طبعا انا يعني مش مشكله يعني، بس خلينا ادي لك مثل من الحاجات اللي حاصله يعني، عشان على الاقل تحس بينا اقل شيء يعني. قبل الاعلان الجميل اللي الكنيسه نزلته، كان في اتفاق ما بين ليديا واحد اعضاء الكنيسه، وبرده مش هذكر الاسم، ان في توزيع هدايا لحوالي سبعه، الاتفاق كان لحوالي سبعه من الاطفال اليتامى اللي ابوهم او امه ميتين، اللي اي حاجه زي كده. ف
وكانوا متفقين على كل حاجة، والموضوع ده طلع على شجرة الانجل تري. واحنا احنا ما نعرفش العيال دي مين، هو ارقام يعني، هو الشخص بيقول لك انا عندي 7 ارقام، فبندي له احنا الارقام دي كام، وهو يبقى عارف دي كده. والهديه لما بتيجي برقم، وبتتحط للشخص ده انت عندك رقم 4 و7 و18 وكده. هم دول على ما جه الميعاد، كان بعد الايه الاعلان اللي نزل وكده، الشخص ده قال لازم اروح اعترف عشان اخد حل، علشان او اروح اقابل الكيان عشان اخد حل، علشان اشوف يوزع دول ولا لا. انا هسيبك انت اللي تحكم على اللي الكهنه بيعملوه. وعشان ازود الحكم ده يعني احسنه لك، لو حصل وتقابلنا، اول شرط لي هسالك هل سمعت اللي انا قلته ولا لا. لو كنت ما سمعتوش احنا مش هنقعد مع بعض. سيدنا هو في الدقيقه حوالي 37 او 38 انا اللي اتكلمت، فانا مش عايزك تسمع الحلقه كلها لان وقتك مهم. فمن الدقيقه 37 38 لحد الدقيقه 2:10 مثلا، يعني حوالي نص ساعه، لو وقت قدسك يسمح اسمع اللي انا قلته علشان تعرف تجاوب عليا. لكن هتسمع من الكهنه وتجاوب عليا، ما تضيعش نفسك ولا تضيع وقتك في الاجتماع، وافتكر الكلمه اللي انا قلتها، خلينا جنبيك. لو انا ما بقتش جنبك انا مش عارف اعمل لك حاجه، صدقني انا ما بهددكش. انت عارف الدنيا بايظه عندك منين، ناشفيل، اتلانتا، نخش على فلوريدا، يعني مش وبره بره بره الدايسز وكده. فده مش تهديد ولا اي حاجة. انت عارف انا بحبك، اختلفت معك كتير بس عمري ما غلطت، وبحبك وبعزك، وعارف انك عندك دايسز كبيرة ومسؤوليات كتيرة. بس حاجة واحدة عايزك تفتكرها، انا عندي مشكلة ما بين امي وبنتي، انت اللي تحلها. امي هي الكنيسة وبنتي هي لدي، والحل في ايدك انت بس. هو في بس سؤال بعد اذنك استاذ يوسف قبل ما ننهي، في احد التعليقات كاتب يا ريت نتكلم او نجيب حد متخصص في الحياه الزوجيه وكده، لان حالات الطلاق زادت كتير قوي في ناشفيل. لا هو الحقيقه يعني حالات الطلاق زايده عامه يعني، بس مش في ناشفيل وانا اللي اعرفه يعني، دي معلومات ممكن تكون على قدي. الحقيقة هنا الآباء الكهنة يا جماعة في ناشفيل أو في خارج ناشفيل أو في أي حتة بيرقص الموضوع ده، نيابة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، والأحوال الزوجية، الأحوال الشخصية، بيعملوا مجهود خارق في موضوع الجواز والطلاق ده. فلو قدرنا طبعا نعمل حلقة مع حد من آباء الكهنة طبعا بعد ما الموضوع ده يتحل، نتكلم شوية في شوية نصايح للحياة الزوجية والكلام ده هنقدر نعمله. بس هي مش هنا بس، في كل حتة وكتير. والنيابة الأنبا يوسف نفسه ساعات بيجي هنا ناشفيل مخصوص عشان مشاكل زي كده يا جماعة. فطبعا يعني بيعملوا مجهود كبير قوي الآباء الكهنة والأنبا يوسف وكل الآباء الكهنة اللي احنا نعرفهم في كل الولايات، بالذات في الموضوع ده. طبعا هحاول مع ليديا ان احنا لو في حد متخصص في الحياة الزوجية، بس لازم طبعا تبقى بطريقة من خلال المسيحية والأرثوذكسية، ما يقدرش نجيب أي حد غريب، فيفضل حد يكون بروفيشنال، كاهن أو كده. فهنحاول نعمل الموضوع ده، وهو موضوع مهم طبعا. أو نيافتك ممكن ترشح لنا أي حد، لأن ده إحنا يهمنا مصلحة الناس، الحاجات الجانبية دي ملهاش دعوة بنعاني منها كمجتمع طبعا. بس اللي انا عايز اقوله ونيافتك اعتقد الان بقولها بره الموضوع ده، يعني في لجنه اعتقد في الايست كوست، مش عارف دي اخر معلومات يعني. بس يعني طبعا هنحاول نعمل حاجه زي كده. ممكن احب اقدم الشكر لكل الذين بصوا يعني حضروا الحلقه دي. أرجو إن محدش ياخدها من الناحية
السلبية. هو طبعا زي ما قلت في الآخر، أنا عايز أخلص الموضوع ده، عايز أنهيه، ودي هتبقى يعني أتمنى دي تكون آخر مرة نتكلم في الموضوع ده. نشكركم جميعا، وهعيد الكلام اللي قلته في الأول بسرعة. في أبليكيشن على الويب سايت بتاع المحبة سنتر للناس اللي هم عندهم 75 سنة أو فوق، هيكتب اسمه والعنوان والتليفون، وهيحدد له يوم وهيتصلوا بيه، أو إحنا هنتصل بيه نقول له على اليوم، وده هيبقى في فاندربلت اللي هي في داون تاون أو تامسون لين. الموضوع ده لأي كاونتي في تينيسي، يعني لازم هيجيب الأي دي بتاعه وهو رايح، إثبات إن هو في تينيسي. في بعد أسبوعين عندنا التاون اللي هو المقابلة مع مترو على زوم، اللي هم اليونيون بتاع المدرسين، وهيبقى في مناقشة عن المشاكل بين الأهالي والأولاد والمدرسين، ويوصلوا ويحاولوا يحسنوا وسائل الاتصال، وسائل التعامل مع الأولاد، وسائل التعليم اللي هي في المنزل، أو يعني الحاجات اللي هي علاقة بالتعليم بالذات للسن الصغير. وطبعا من ضمن الحاجات اللي هو لو رجعوا المدرسة هيرجعوا ازاي، والمدة ايه، ازاي اولياء الامور يرجعوا يتعاملوا مع المسؤولين في المدارس والكلام ده كله، وايه المساعدات اللي يكون حد عايزها من المدارس. في بعض مساعدات موجودة في المدارس، فلو حد حس بحاجة يسألهم، في ايه، اي حاجة تقدموها لي ايه. الموضوع ده هنحتاج 20 ل 30 واحد هم يقدموا الأسئلة. أرجو إن يكونوا يقولوا لنا الأسئلة الأول، وتكون الحاجة واضحة ومفهومة، أو تعم نسبة عالية، وإحنا هنساعدهم في كل حاجة، وآرائكم هتبقى كويسة. تتعاملوا مع مترو، ومترو هي يعني يشوفوا الموضوع. على فكرة الموضوع ده عملوه مع الأسبان وجاب نتيجة كويسة معهم، فأتمنى إن إحنا يكون هذا. شكرا لكم جميعا. بعد إذنك أستاذ يوسف، سؤال واحد بيقول عايز اعمل وصيه، لو رجعت حلقه من حلقات المحبه سنتر، ليدي هتكتب لك رقم الحلقه، تاريخها ايه، استاذ يوسف اتكلم فيها على الوصيه وازاي تتعمل، عشان ما نضيعش وقت الناس. بس خلاص كده، وشكرا جدا يا جماعه ليكم، والى اللقاء، تصبحوا على خير يا جماعه. شكرا، سلام.